ليه عم طلع فيي هيك؟ كيف هيك؟ كان أول مرة بتشوفني. لما بطل اطلع فيكي هيك اعتبري اني بطلت حبك. ما عم بفهم كيف معقول يجي الحب هلقد بسرعة؟ صارت بلحظة. كم لحظة مرقوا بحياتك؟ ولا مرة. بس لما أكون عم كذب عليكي، في مرة كنت مفكر حالي بحب، بس بعدين اكتشفت إني غلطان. وكيف اكتشفت؟ لما حبيتك. هلا بس تجي بده يجن جنونه. ايه بس حبيبتي نحن ما خصنا، حضرنا الترويقه مثل ما قلنا بالعاده وعملنا اللي علينا. صباح الخير ستنا. صباح النور. وين الكل؟ ستنا ما حدا حينزل على الترويقه اليوم. استاذ اديب راح على الضيعه هو ومدام مها، بدهم يزوروا اهلها بالضيعه، واستاذ ادم قال بده يضل باوضته تعبان، والست فلك راحت على الجامعه قال عندها فحص، والاستاذ سيف ما شكله بالبيت لانه فتت لرتب له تخته لقيت تخته مرتب، والست تالا راحت على المدرسه بدها توصل وحيد وبعد ما رجعت لهلا. إنه إذا ما في حدا أنا ما بتروى. حدا بتروى خيار؟ ما بدي بيت. لك شو هالجبنة المعفنة؟ شو حياتي؟ هلا صار فيك تفتح الشغل اللي بدك اياه. تعال انا خايف انه امك تعرف انك سحبتي هالقد مصاري وتقوم تعمل لك شو مشكل. حبيبي ما تعت الهم، ما حدا رح يعرف، ثق بانه نحن بعدنا باول الشهر وكشف الحساب ما رح يوصل هلا. يعني انت معك من هلا لاخر الشهر لتفتح شغل جديد. وتجي لعنا على البيت تطلب ايدي رسمي من اهلي راسك مرفوع، ساعتها ما حدا له معي. بعدين مظبوط انه حسابي باسمي واسم امي، بس هولي مصريات مصرياتي انا وردتهم من جوزي. شو؟ هيدي الكلمة ما بحب اسمعها. ما حدا غيري انا جوزك. سامعة؟ حبيبي بتغار من ميت علي؟ كان بغار عليك من الهوى. بتعرفي شو الهوى؟ بغار عليك. Thank you.
شو؟ طورت كتير، صرت تنيشن عالتقيل. اخته لسيف بفرد مرة؟ بحبها بتحبني. بتحبها؟ ليش انت بتعرف تحب؟ المعترة مش عارفة شو ناطرها. في شيء مش مزبوط فلك. أنا مأكد إنه عامر وبيك عم يخططوا لشيء، بس ما عم بقدر أعرف شو هو. بس مش يمكن إحساسك غلط؟ يعني عامر طلع من الحبس وكأنه مغير. مغير؟ بس للأسوأ فلك، للأسوأ. مش للمنيح مثل ما عم يفرجينا. أنا مني مرتاح له. وأكيد أكيد عم يخطط شيء لجوزك. جوزي؟ لك إيه جوزك؟ سيف فلك، شو بكي؟ خالد سيف منه جوزة عن جد. نحن مجوزين بس على الورق. من وقت ما تجوزنا كل واحد بنام بأوضة. نعم؟ والولد اللي كان ببطنك؟ ما كان في ولد. الخبرية كلها كانت لعبة على بيك لحتى يخف عن سيف ووقف يضغط عليه بقصة المخدرات. أوف، كل هالوقت ما خبرتيني؟ أنا كنت واقف حدك وعم ساعدك فلك، دليتك على عنوان المستودعات لتدزي عبيك. عم تخبي علي أنا؟ عم تكذبي علي فلك؟ لا خالد، ما كنت عم بكذب عليك، كنت عم بكذب على حالي. لأنه كان هالقد عبالي يكون مرته لسيف حتى لو كانت كذبة. أنه عن جد حبيته حتى لو هو بحب وحدة تانية. الو بونجور صديقي. اهلا اهلا بصديقتي، كيفك يا عمي؟ مري ايه ولك من هالعين قبل هالعين اكيد. ولو لك انت بتموني ريم. اوكي خلص تكلي علي بالموضوع. باي. إليك عندي خبرية رح تبسطك كتير كتير. هيك بنشوف. دقت لي ريم من شوي. ريم؟ ريم مغيرة؟ ايه ريم مغيرة. وقال بدها تعمل سيربريز لمروان. وكيف خطر على بالك انه هالخبرية حتبسطني؟ لو بتروقي شوي لكمل لك الخبرية بعدين بتعرفي. اتصلت فيي لأطلب منك انه تروحي ابتداء من الليلة بلشي تعزفي على البيانو عند مروان بالباب. هلا صار فيك تنبسطي بالخبرية. شو بنا مع اساس امبارح اتفقنا اذا بدك ترجعي له بدنا نرجع للعبة. ما اتفقنا. انت اتفقت، انا ما وافقت بعد. حبيت البعد.
يعني في مجال للأخذ والرد بيننا. في مجال جنى تخبريني شو اللي زعجك بالخبرية غير إنه هو صدق واللي مقدور عليها؟ زعجنا إنه عم تستغل بنت ما ذنبها شيء إلا أنا بتحب مروان. جنى، ما هو يا سعادتك يا سعادتها، ما فيك تفكري فيها، بدك تفكري بحالك وبس. جنى، فكري بحالك. دقولك من البنك اجربوا يحكوك على السيلير بس ما رديت عليهم، وكمان دقلك ما بدي حدا يدق لي. مين ما سأل عني انا ماني هون. اوكي حاضر استاذ. يلا قالوا لي ما بدك تشوف حدا، بس ما بعتقد هالأوامر بتطبق علي ولا لا؟ فوتي جنى فوتي. شو جاد معك بالنسبة لقرض البنك؟ ما اجتمعت فيه. ليسي هيدا الموضوع لازم ينحل؟ أهل الضيعة حيقوموا عليك؟ يعملوا اللي بدهم إياه، ينفذروا. اللي بده يتزعرن يتزعرن، اللي بده يتاجر بالمخدرات ينقبر يتاجر بالمخدرات، اللي بده يقتل يقتل، انا فايل ورجع اسبانيا، خلص، مش فارقة معي حدا. هيدا مش سيف اللي عم بيحكي. لا هيدا سيف، مبلش انا، سيف اللي ما بقى فيه يتحمل، قرف، زهق، ما بقى عارف على اي جبهة بدي اشتغل، جنى انا ما بقى فيني اتحمل هيدي العيشة، ما بقدر كمل هيك. خلص بدي فل وارجع اسبانيا، شو بدي اعمل بحياتي؟ اللي كنا عم نحارب كرمالها تركتني وفلت. حقها تتركني، شو بدها بواحد مثلي متورط بسلاح وقتل ومخدرات؟ شو بدها فيي؟ مش انت اللي متورط سيف، عائلتك اللي متورطه. انت منك مثلهم، منك مثل عائلتك. بلا مثلهم جنى، مثلهم واضرب. انا واحد كذاب. انا هالمخلوقه هي من اول ما تعرفت عليها وانا عم كذب عليها. اذا لهلا ماني قايل لاني مجوز. سيف روق، قلت لك انه منك مثل عائلتك. عود بليز. مم.
بحضر لك قهوة. سينتيا قهوة. ميرسي. خي منيح اللي وعيتي بكير اليوم هيك بنشرب القهوة سوا. طلع عبالي بصر لك اليوم. ما في داعي تبصري لي ماما، وانا بعرف كثير منيح اللي بدك تقولي لي اياه واللي بدك تقولي لي اياه صار. تركته فينا بقى لوحدي هلا؟ عن جد نايا تركتي؟ بس خليني اكون لوحدي حبيبتي. اول فترة بتكون اكيد صعبة، بس بعدين مع الوقت الوحدة بتتعود وبتصحي من الموضوع. ماما تركيني لوحدي بليز، بشرفك تركيني لوحدي. طيب طيب حبيبتي روقي، ما قلت شيء انا، بس عم بقول لك انه عم تركيني لوحدي. نايا نايا حبيبتي ماما، حبيبتي روقي قلبي، روقي يا حبيبتي روقي. اتركوني بقى ماما. ماما بعرف انه هالشيء صعب عليكي، بس مع الوقت بتتعودي حبيبتي. تعي 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 عادي حياتي عادي. كل شيء قاعدة بأوضتي ماما؟ كنت زمان لما تطلعي فيي تحط عيونك بالأرض، بس هلأ عيونك صاروا بالإين، عينك مثل عين السمكة صارت. من زمان كنت تخوفيني، هلأ لا. أنا محلك بخاف مني.
حبيت أعمل لك إياها مفاجأة، أعتبرها كادو عيد ميلادك بما إنه بعد شهرين. بعدين مثل ما قال فادي، جانا ما رح تاخد منك ولا ليرة. ليش خفتي؟ لا ما خفت، بس فاجأتني، فكرتك رحت تجيب الغراض اللي وصلتك عليهم الست ربا. لا راح يجيبهم كريم. اوكي، هيدا العشاء. مريم، كأنه صار لك زمان مش جاي لعندي، وحاسك عم تتفاديني، خير شو صاير؟ لا ما في شيء، شو بده يكون فيه يعني، بس أنا الشغل لفوق راسي وما أنا عم بفضى. بس طول عمرك ليلي وقت. تأخرت، يلا بدي حد العشاء، برجع بحكيك بعدين. شفتوا؟ ليك وين؟ ها؟ هو كش ملك. حلو. شو تفكر؟ خلص ما بدها تفكير، مات بعد. بدك كثير خيي، كثير جانا. ما جعت؟ ايه جعت. وين هو؟ جاهدة؟ بدنا نتعشى ولا بدنا نتروق نحنا؟ بعتذر ست ربا، يلا دقيقتين وبيكون العشاء جاهز. طيب طلع عيطي لمها وفلك، خليهم ينزلوا. تعالى. لا تعالى، لا اطلعي. وليش تعالى؟ لا رح يضل باب اوضتها مقفول لحد ما اقرر انا. طيب على القليلة طلعي لها العشاء على اوضتها لتاكل. ما عليه، اثنين بالعشاء ما بيصير لها شيء، احسن احسن لصحتها. اختي اللي عم تعمليه ببنتي غلط، بالنهاية تالا منا ولد. تالا ولد أكثر من ابنها. طب دبهم الحجار خيبه، يلا. يلا حبيبي، لازم ننام، تأخر الوقت كثير. ما بدي نام، بدي الماما. شو بيك وحيد؟ حبيبي أنت صرت كبير. ما بدي نام. وحيد، أنت صرت شاب كبير، فيك تنام بلا الماما، يلا. ما بدي نام، بدي الماما. حبيبي قلي لك انه الماما اضطرت تطلع على الضيعه. طب ليش ما اخذتني معها؟ لانه انت كنت بالمدرسه. طب كاني نطرتنا. حبيبي اضطرت تطلع بسرعه على الضيعه، وانت اصلا ما فيك تنام معها فوق لانه عندك مدرسه بكره. ما هنزلي انت على العشاء هلا، بتكون تطرب بس تعوقتنا. وانا بدي اخبر خبريه كتير حلوه لوحيد، خبريه الشاطر حسن، بتعرفها حبيبي؟ ايه، الماما كانت تخبرني عنه. كتير منيح، رح خبرك كل شي صار وكيف انقتل الاسد وقديه هو قوي. كيف؟ رح اقلك كيف. يلا انا رح انزل. تصبح على خير. تصبح على خير. رح اقلك كيف. اول شي بدك تمد اجريك. اوكي زحلي شوي. القصة بتبلش إنه شاطر حسن شخص كتير قوي وكتير عنده بطولات. Thank you.
كان في أسد بهيدي الضيعة، كل ما الناس يناموا يروح هيدا الأسد ويأكلهم الخواريف. الخواريف هن اللي بتعطيهم الأكل والجبنة واللبنة وكل هودي الأشياء. فقام الشاطر حسن شو بده يعمل؟ بده يساعد العالم بضيعته. فببلش يفكر كيف بده يعمل. مش بقي لي شي من سيف غير هالمطرح. هون حبينا بعض، هون تركنا بعض. كيف بدي انسى فاتن؟ كيف بدي كان انسى وكل شغلة بتذكرني فيها؟ رح تنسي، صدقيني رح تنسي جلال يلي ما فيه ولا شغلة بتنحب. بعدك لهلأ بتحبي وبتفكري فيه؟ كيف بدي انسى سيف؟ أنا ضعيفة، ما تعملي مثلي، كوني قوية. بالحب ما في حدا قوي، بالحب كلنا ضعف. ما فيي أقلك إنه ما معك حق، معك حق، بس أنت لازم تجربي مش تنسي، لازم تجربي تتنسي، لازم تتعودي على فكرة إنه رح يضل صورة وجهه أول شخص بتفكري فيه قبل ما تنامي، ورح يضل أول شخص كل ما صار معك مشكلة رح تفكري تبكي على كتفه. لازم تتعودي على هالشي، بس بالآخر لازم نفكر بالمنطق، ولازم ندعس على كل شي وننسى. لازم تنسي، من مصلحتك إنك تنسي. بدك نفل سوا أو بتفضلي إني فل لحالي؟ أبداً بليك، أنا مش عم بتنفس بليك، أنا عم أقول بليك.